السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كنت عاوز اعرف برج والدتي 23 7 وبرجي 13 11. وحضرتك 13 11؟ تمام. عايز تعرف حاجة معينة؟ بس كده، تسلم. ماشي، شكرا جدا ليك يا استاذ احمد. هي 23 7 برج الاسد. كانت الفترة اللي فاتت من اسبوعين فاتوا كانت الدنيا مش حلوة، ابتدت الدنيا تظبط عند برج الاسد. اوكي، ابتدت الدنيا تظبط عند برج الاسد، عند الولاد والبنات، عند الولاد والبنات ماديا ومعنويا، وداخلين في عروض الفترة الجاية هتجيلهم عمليا، بس هم يرتبوا يختاروا صح او ياخدوا القرار الصح او يردوا الرد الصح، وخصوصا ولاد الاسد، لان ولاد الاسد دايما دايما بيبقوا داخلين على الحاجه، خصوصا لما الحاجه هي اللي تجيلهم او تتعرض عليهم بيقعدوا يتعززوا. اوكي، او بيبقوا عايزين يسيبوا وقت، او فاكرين ان دي شطاره، او فاكرين ان ده كده هم بيحطوا نفسهم في الحته الصح. لا، خد قرار، لان الاحداث بتجري، حتى الايام بتجري. النهارده السنه بقت عامله زي الشهر، والشهر بقى عامل زي الاسبوع، والاسبوع بقى عامل زي اليوم يعني، واليوم بقى عامل زي الساعه، كل الاحداث بتجري. فلو ما كانش هو يجري في احداثه الحاجه هتروح منه، لان هي فرصه. الفتره دي عنده فرص حلوه جدا برج الاسد، لو ما 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 ما, ما جريش في احداثه واختار او قرر بسرعه، ما ترددش، الحاجه هتروح منه. وماديا ومعنويا الفتره دي حلوه، عاطفيا يستنى شويه علشان يعني في زحمه كدابه، يعني في عاطفيا حاجات كتيره بس كلها مش اوكي. كويس قوي. معانا برضو استاذ احمد على التليفون. الو الو، الخط قطع تقريبا. طيب معانا صابرين على التليفون. الو الو الو، ايوه اتفضلي. 20/6. 20/6؟ ايوه. هي ده مين حضرتك؟ بنت حضرتك. طيب عايز تعرفي حاجه معينه؟ لا، اي حاجه عامه يعني. ماشي يا استاذه صابرين، اسمعينا، شكرا جدا ليكي. هي عايز تعرف عامه بنتها 20/6. 20/6 هو اخر يوم في الجوزاء وتاخد من السرطان. هي طموحه، بالعكس ما تخافش عليها، لان بنت السرطان عمليه جدا وذكيه، وبنت الجوزاء عمليه جدا وذكيه، ما تخافش عليها خالص خالص خالص، لان هي عارفه هي عايزه ايه، محدده اهدافها، في بلان هي حطاها وتارجت معين هي عايزاه، مش هتتنازل عنه خالص، سواء جوزاء او سرطان. بتعرف تاخد حقها، بتعرف ترد، بتعرف تتكلم، يعني ما تخافش عليها بوجع عام. والفتره دي عندها حلوه، يعني هي الجوزاء الفتره دي عنده حلوه، بل بالعكس عندها ارتباط او حد هيظهر لها جديد، ولو مرتبطه في خطوه ايجابيه هتحصل، يعني في ارتباط ده هيكمل على خير يعني. حلو قوي. طيب نكمل كلامنا. اوكي.